ولسه مكملين معاكم لقاءاتنا المميزه جدا مع نجوم الشباب. وضيفتنا النهارده فنانه مغربيه شامله قدرت انها تلفت الانتباه ليها سواء من خلال صوتها المميز جدا في الغنى وكمان من خلال ادوارها رغم قلتها، لكن معلمه جدا مع الجمهور. ضيفتنا معاكم النهارده الفنانه الشابه كريمه غيث. كريمه، ايه الاخبار؟ مساء الخير. مساء النور عليكي، اخبارك ايه؟ مساء عليك. الحمد لله كله تمام. كله كويس؟ شكرا للاستضافه وانا فرحانه بالزفه اللي معاك اليوم. وانا كمان طبعا، يعني دي مش اول مره نتقابلنا في روتانا. من اربع سنين كان في برنامجنا برضه في روتانا، وان شاء الله ما اكونش اخر مره، برضه يبقى في برامج ثانيه ان شاء الله معاك. ان شاء الله. شكرا كريمه. احنا يعني اخر محطه وقفنا عندها معاكي كانت ستار اكاديمي 8، صح؟ بعد كده عملت ايه؟ اخبارك ايه مع الغنى والتمثيل؟ كمان نخش في التفاصيل اكتر، لكن الغنى اخباره ايه معاكي؟ عملت ايه من وقتها؟ بعد كده جيت مصر وعملت مسلسل 9 علامات الدول مع الفنان الراحل خالد صالح، وكنت دور بنته المغربيه، وكان دور جميل بزاف اللي تاح لي فرص كبيره ولقى اعجاب الجمهور، يعني سواء في مصر الوطن العربي او في المغرب. طب كريم، انت وقتها كنت يعني متجهه اكتر للغنى وكان كل تركيزك وفكرك ان انت عايزه تعملي البوم. هو صراحه انا قبل ما فوت ستار اكاديمي كنت ممثله، في المغرب عملت بطوله مسلسل 120 حلقه، وكمان عملت امريكان دوكيومنتريز، ف جا الغنى في نفس الوقت. ولكن قدرت انني يعني بعد العرض اللي جاني مع خالد صالح الله يرحمه، اكيد اي واحد كيتمنى، خاصه انا كنت في المغرب واتصلوا عليا وجيت، فالدور كان عاجبني جدا والحمد لله. ازاي تم ترشيحك في المسلسل وقتها؟ والله ما عرفتش، يعني كان هناك اسماء كثيره وتم اختياري من ضمن، يعني ما قمتش بكاستنج ولا اي حاجه، وجيت لمصر والحمد لله. والمسلسل كمان كان فيه اكتر من جنسيه على ما اعتقد، كان فيه المغربي والعراقي والعراقي والسوداني واللبناني، صح الكلام ده؟ صح. استفدت ايه من روح خالد صالح؟ صراحه اولا حابه يعني نترحم على روح الفنان خالد صالح، لانه كان اب بجد بالنسبه ليا، كان بيساعدني جدا، كان داعم ليا وكان بيحب شغلي ودائما كيعطيني حاجات ايجابيه. يعني كان عمري من 3 سنين 20 سنه وكنت يعني ساكنه هنا 8 شهور، فده كانت حاجه صعبه، كل شويه اعيط عايزه اروح لاهلي عشان كنت بشتاق لهم، حاجه عاديه جدا. كان اكتر النصايح دايما اللي بيوجهها لك كان بيقول لك ايه؟ كان هو دايما نخلص مشهد معاه كنت باجي لعنده بقول له ايه يا استاذي، بيقول لي تمام ركزي بس، غير كده مفيش. الحمد لله. الحمد لله. والحمد لله كمان المسلسل وقتها عمل ضجه ونجاح كبير جدا. الحمد لله، ولسه لغايه دلوقتي بيذاع في قنوات. ما خفتيش وقتها من التمثيل؟ قلت الحمد لله انا خدت خطوه كبيره مع فنان كبير والحمد لله كانت بالنسبه لك خطوه متقدمه جدا. ما خفتيش من بعدها ان انت ممكن تنزلي شويه وكمان انت حابه التمثيل قوي؟ صراحة لا، ما كانش تخوف قد ما كان هو مسؤولية أعطتني. يعني كنت أنا من النوع اللي بذاكر دايما الدور ديالي، يعني بروح بحفظ بذاكر كويس، يعني لو تيجي غلطة مثلا ما تكونش مني، يعني مثلا من النص ممكن ما اكونش حافظة أو مش مركزة، فأنا بكون مركزة في الدور بتاعي كويس جدا، ومن بعد فكله على الله سبحانه وتعالى، يعني توفيق وتيسير من عند الله. لكن الخوف لا، ما كيجينيش خوف على قد ما كتجيني رغبة أنني نفوت، يعني إمتى نمثل، خاصة المشاهد مع الفنان راحل. أنت بتحب التحدي شكلك كده؟ بحب جدا. صح؟ أنت برج إيه؟ حوت. طيب ماشي. طب الحمد لله وقتها كريمة أنت يعني المسلسل نجح جدا والحمد لله عدت على خير. الحمد لله. صح كده؟ بعديها عملت إيه؟ يعني أنت كان دايما تفكيرك برضو رايح للاتجاه الغنائي. طبعا. عملت إيه في الغنى؟ أولا رحت كملت دراستي وتخرجت، وبعدين مشيت لبنان درست موسيقى مع الأستاذ ريشارد نجم، مقامات عربية وطرب أصيل، عشان أنا قبل كده كنت بغني إنجليش. إنجليش بس. فتعلمت حاجات بزاف، من بعد رحت تركيا، فصار عندي هوس وعشق للبلد يعني بطريقة مش طبيعية، حبيت الناس وحبيت الموسيقى التركية، وقررت إنه أنا أعمل دو فويس في تركيا. اشمعنى؟ اولا ما فيش ولا احد عربي قدر يعمل الخطوه دي، ثانيا عشقي وحبي للبلد وللموسيقى التركيه خلاني اني انا اعمل الحاجه دي. طب اللغه؟ كنت ما بفهمش خالص، واول برايم رحت بعد ما نجحت فيه رحت بقى دخلت وتعلمت لغه تركي. مش صعبه لغه تركي شويه؟ صعبه جدا طبعا. ولكن الانسان من كي يبغي شي حاجه كيبدع فيها وكيتقن فيها الحمد لله. بزاف بزاف كان حبي بزاف للغه وقدرت نتعلمها الحمد لله،
وكذلك اشتغلت كمستشارة شركة عقارية. فهذه الحاجة خلتني أنني على صلة بالأتراك، فشغلي كان مع الأتراك. خلاص، فبالنسبة لك برضو إتقان اللغة كان يعني شبه سهل شوي؟ هو مش يعني أنا بفهم بتكلم نسبة 70%. هو عشان تتقن اللغة لازم تقعد هناك على طول. أنا جلست غير 8 شهور بحكم البرنامج، وبحكم ومن بعد جاني عرض أنا نقدم برنامج تركي كمان. بس لا برنامج لحظة، لا بس قبل يعني أنتي بس ما شاء الله يعني في الأول ممثلة ومطربة ومقدمة برامج. لا ما كنتش خالص مقدمة برامج، يعني جت بالصدفة. جت لا بالصدفة. أنت لا أنا بتكلم اللي أنت عملتيه أو نفذتيه في الفترة اللي فاتت. طب عايز أتكلم معاكي في تركيا، يعني المراحل بقى دخولك للبرنامج اللي أنت اشتركتي فيه كانت عاملة إزاي؟ لجنة التحكيم شبيهة بلجنة التحكيم اللي موجودة في برنامجنا الفورمات العربية ولا الموضوع مختلف؟ هو نفس في 4 حكام وبيلفوا نفس، غير الفرق أن في دو فويس العرب يعني بياخدوا 14 متسابق في كل فريق، لكن هناك بياخدوا 50 متسابق في كل فريق. كريمة بقول لك ايه، ما تيجي كده يعني ناخد فاصل كده صغير ونسمع منك كده حاجة طربية؟ أكيد يا أو الأغنية اللي تغنيتيها، يلا بينا. عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لنا صاحية ولا نايمة، ما بقدرش يقبت الليل يقبت سهران على رمشي، تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم، وهو عيونه تشبع نوم. روح روح يا نوم من عن حبيبي، روح يا نوم. الله 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 الله. كريمة يعني بس ما شاء الله يعني صوتك حلو جدا. شكرا. بعديها عملت ايه؟ يعني دي كانت اول اغنية غنيتيها في البرنامج هناك، والمفروض البرنامج ليه مراحل تصفيات على ما اعتقد، وصلت لفين؟ عملت ايه؟ قبلها كنت وصلت نصف النهائيات والحمد لله يعني لقيت صدى كبير من الوطن العربي وخاصة بلدي المغرب، ورجعت المغرب. باريك الجمهور التركي هناك؟ اكيد كتير. رجعت المغرب يعني سبت البرنامج فتره ورجعت المغرب؟ لا يعني انا تم اقصائي في نصف النهائي ورجعت المغرب وعملت اغنيه كليب اسمها مطلع حاجبو. مطلع حاجبو. مطلع حاجبو. اللي هي كانت الحان محمد نوبال وكلمات محمود برحيل، توزيع محمد علي، والحمد لله الأغنية عجبت الناس، كانت باللهجة المغربية، إيقاع سيسويت اللي هو إيقاع مغربي خليجي عراقي. ومن بعد جاني دور في مسلسل اللي هو مع فئة من نخبة الفنانين المغاربة، كان كمان دور بطولة في مسلسل سير المرجان اللي قمت به في رمضان اللي فات مع الفنانة نورا سقلي وسامية أقريو ونخبة من الفنانين الكبار ما شاء الله. فالمسلسل لقى نجاح غير المعتاد الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. المسلسل لقى جايك لوحده المسلسل ولا انت اللي ساعدتيه؟ لا هم صدفه سبحان الله كلموني ومشيت، والحمد لله لقى نجاح كبير. ومن بعد رجعت هذه السنه لتركيا وعندي عده اعمال ان شاء الله غنقوم بها باذن الله. خلصت المسلسل رجعت تركيا ثاني؟ ليه؟ لانه جاني اتصال من برنامج دو فويس برضو. ورجعت السنة هذه. كريمة بمناسبة تركيا بقى والحمد لله عملت هناك أكتر من حاجة وكمان غنيتي باللهجة التركية، فأكيد طبعا مش هسيب تركيا غير لما نغني بالتركي ولا إيه؟ يلا طبعا
أغنية كتعجبني بزاف اسمها آه إسطنبول. آه إسطنبول. كل شنين أرتا يرين دابت الشا يزمن يشنو يزدرم يسرى دورو يبجا كيتش بير شي يوك جيت مكستي دي جيتي هم الله يورم هم تشو كتشي تكترف لو بيتي بلا دوس لازم شمدي وانا بكرك بكايك زولا دابير كاش سيسي اياغوك يا رجك كرمزي سافريم قل مشيني قت مشيني عيب صايب دشروشتم اكشم دن كلمة صباح يلتزي آه إسطنبول إسطنبول لا لا إتش جرمي دي بيني كذا جبر يارو مشكن هي طبعا صوتك حلو فيها بس انا مش فاهم حاجه يعني هو دي ترجمه اغنيه محمد فؤاد المصريه ولا دي اغنيه هي المفروض كانت تركيه ومحمد فؤاد عملها يعني برضو نفس اللحن بتاعي نفس اللحن طب هي الاغنيه بتتكلم عن اسطنبول بتتكلم عن اسطنبول وعن يعني جمالها يعني هي بتوصف فيها كانها كده فتاه تعرف لبسه احمر وتوصف فيها بطريقه حلوه اه ده شيء هايل جدا طيب كريمه ايه اللي جاي بالنسبه لك هتعملي ايه الفتره اللي جايه وخصوصا كمان عارف انت المفروض هتستقري شويه في مصر ان شاء الله ممكن في يعني حاجات مفروض اعملها هنا في مصر وان شاء الله عندي قريب تصوير اغنيه وفيديو كليب في تركيا دي حاجه حصريه محدش عارفها وان شاء الله في اعمال كتير ان شاء الله يا رب يوفقك كده باذن الله الفتره اللي جايه وكل المواهب اللي عندك دي كلها تنجحي فيها ان شاء الله شكرا. سواء كان في الغنى او كمان في تقديم البرامج وايه تاني والتمثيل بتحب اني اكتر التمثيل ولا الغنى عارفه بس وحابه تكملي فيه اكتر بس حابه انه التمثيل بلاقي فيه نفسي اكتر يعني لما باخد دور كده بعيشه 200% ف بس الاثنين بحبهم بتحبيهم طيب يعني مش هينفع نختم معاكي غير لما لازم برضو نختم منك باغنيه نسمعها منك سمعينا ايه بقى عايز لغه ايه بقى لا عرب مصريه لو في هندي كويس يعني مفيش مشكله بس لا يعني ممكن اغنيه انت حباها ممكن عربيه احسن عربيه يعني. طيب احبك لو تكون حاضر أحبك لو تكون هاجر أحبك لو تكون حاضر وأحبك لو تكون هاجر ومهما الهجر يحرقني مهما الهجر يحرقني رح أمشي معاك للآخر سنين وسنين أنا صابر وراح أصبر كمان وكمان وبحر الشوق العبي إلي نوصل لبر أمان راح أمشي معاك للآخر الله طبعا كريمة نورتنا جدا النهارده وكل توفيق ليك يا رب الفترة اللي جاية شكرا بزاف ليك وانا انبسطت كتير في الحلقة هذه وان شاء الله تكون ماشي اخر مرة